معي من باريس الصحفي رياض معصعص رئيس القسم العربي في قناة يورو نيوز. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رياض. إذا ماكرون المؤيد للانفتاح يفوز، هو رئيس الجمهورية الفرنسية اليوم. إذا ما تحدثنا، طبعا علمنا بكل الترحيب إن كان عربي أو عالمي بانتخابه، دول أوروبية، دول عربية، سعودية، الإمارات، مصر، دول عديدة. إلى أي درجة بتعاونه، إذا ما بدأنا بملف الإرهاب، سيساعد ماكرون، وأي منهج متوقع أن يتبعه في هذا الملف؟ الواقع أن يعني ماكرون كما تفضلتم في هذا التقرير، أن ماكرون أولا يعني تعدى أو تخطى كل الأحزاب التقليدية الموجودة في فرنسا وكل البرامج التي قدمتها، وبالتالي فهو قدم برنامجا مختلفا عن كل البرامج. فيما يخص الإرهاب تحديدا، هو قسمه إلى قسمين، القسم الأول الداخلي والقسم الثاني والخارجي. ففيما يخص الداخلي، وضع خطة في تشمل ثلاثة نقاط. النقطة الأولى وهي تقوية أجهزة الشرطة والمخابرات. ثانيا يعني تطوير التعليم ليشمل كل هؤلاء الذين يعني يتواجدون في الأحياء الشعبية التي تشهد تصاعدا في قضايا الإرهاب. ثالثا أن يفتح أمامهم مجال العمل بتشجيع بعض الشركات لاستيعاب هؤلاء الشباب الذين لا يجدون عمل، بأن يجدوا عقود عمل تمنعهم من الانخراط في حركات يعني صحيح، يعني لعدم فسح مجال لهم أو إيجاد حجج لهم إذا صح التعبير، بأنه موضوع البطالة هو الذي يدفعهم أو موضوع الجهل هو الذي يستغله الإرهاب. طيب، بالنسبة للإرهاب خارج فرنسا، بالنسبة للإرهاب الخارج فرنسا، هو يريد أن يعمل مع المنظومة الأوروبية على أساس أن يكون هناك تقوية كبيرة جدا فيما يخص اختراقات الحدود. أي أن ماكرون اليوم يريد أن يحصن الحدود الفرنسية بأجهزة شرطة وجمارك قوية، وأيضا يتساعد مع الأوروبيين بشكل عام لأن تكون الحدود الأوروبية بشكل يعني لا تقبل بأن يكون هناك أي تجاوز فيما يخص لأفراد من الجماعات الإرهابية الدخول إلى 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 أوروبا. إضافة إلى أنه يريد أيضا طبعا كما كان هولندا، يريد طبعا أن يستمر في مواجهة الإرهاب في أرضه. نعم، طيب، داخليا أيضا بملف الإرهاب، يعني بشق الداخلي، إلى أي درجة هناك تحديات اقتصادية؟ فيما يخص الاقتصاد، في الواقع أن الخطة لماكرون، بما أنه كان وزيرا للاقتصاد وهو يعني ضليع في هذه المادة، فإن برنامجه الاقتصادي هو برنامج جدا ذكي ويعني فيه لمسات جديدة للاقتصاد الفرنسي، فيما يخص مثلا تخفيض بعض الضرائب على الشركات لتشجيع العمل والقضاء على البطالة اليوم التي يوجد حوالي 3 ملايين عاطل عن العمل في فرنسا، إضافة إلى أنه يريد أن يدعم بعض المؤسسات الأخرى لأن تكون منافسة في على بالنسبة للإنتاج في فرنسا والمنافسة مع الدول الأخرى، إضافة إلى أنه يريد تخفيض عدد الموظفين بشكل كبير، الموظفين أقول موظفي الدولة، يعني حتى يخفض من الميزانية ميزانية المدفوعات. أنا أشكرك جزيلا، انتهى وقتنا، اعذرني، شكرا لك على هذه المداخلة، المشاركة القيمة من باريس، صحفي رياض معصعص رئيس القسم العربي في قناة يورو نيوز.